السلام عليكم، اليوم بسوي معاكم سندوتش الروبيان. نبدأ بالمقادير. عندي هنا روبيان مقشر ومنظف، أضيف عليها الملح والبهارات والبابريكا وبودرة الثوم ونخلط. بعدها نجهز الخليط. نحتاج بيضتين، نضيف عليهم الملح وبودرة الثوم والبهارات المشكلة ونخلط. بعدها نضيف كوب دقيق وملعقتين نشا الذرة وموية ونخلط. بعد ما تتجانس المقادير ناخذ الروبيان ونغمسها في الخليط. وبعدها نحطه في البقسماط. بعدها نقلي حبات الروبيان في زيت غزير في صاج حامي. نحط ملعقة زبدة. نحمص الخبز لين ما يتقمر معانا ويصير لونه ذهبي. بعدها نضيف شريحة جبنة شيدر. نجهز الصوص، ملعقتين مايونيز وملعقة تتبيلة فرنسية ونخلط. نضيف حبات الروبيان في الصوص ونخلط. بعد ما ذابت الجبنة نشيل الخبز من الصاج ونحط حبات الروبيان. وبالهنا والعافية حبايبي، لا تنسوا تسووا لي لايك وشير وسبسكرايب.